واش لا فامي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير انتما تشاهدوا معنا هذا الفيديو. المهم كنغيبو ولكن كنجيو دي زانفو اخرين او جداد. المهم فهاد الفيديو كما كتشوفوا في التيتر ان شاء الله لتحت هو الغونوفلمون ديال لاكارت ناسيونال، سواء كنت استوديون سواء كنت سالاري او دي شوز كوم سا، راه ضروري واحد النهار غيموت لك لاكارت ناسيونال ديالك ولا غيموت لك الباسبور ديالك بحال جميع الناس، حتى شي حاجه حتى حنا غنموت واحد النهار. المهم فهاد الفيديو غنحاولو نطرقو لي بروسيدور لي درت انا و جو بونس راه توت لي بيي عربي، المهم العرب الكل كامل العربي انهم كيتبعو نفس البروسيدور و مغيخرجوش على هاد لي بروسيدور. المهم لي بروسيدور لي غنحاول نعاودلكم في هاد الفيديو. المهم قبل ما نبدا هاد الفيديو غنخليكم مع سبونسور ديال هاد الفيديو. بطبيعة الحال صاحبي الوافرة القضية ساهلة، تستقبل الفلوس ديالك في اقرب وكالة ديال الشعبي كاش او كاش فلوس، اييه كاش فلوس، يصرف هذا دخل كود برومو اللي هو كورياني، ما تنساش راه كورياني كيزيد في هذا الكود 10 مئات درهم زايدة. المهم كما كتعرفوا وكما قلنا بان جميع لي ستوديون او لي سالاري واحد النهار كيموت لهم لاكارت ناسيون، دونك انك اوبليجي انك خاصك دير الغونوفلمون ديال الباسبور ديالك باش تدخل المغرب او لاكارت ناسيونال اللي غتحتاجو ان شاء الله دخلت المغرب. دونك في المغرب راه ما غيقدروش يعاودوك لان لما قدامو الشيخ غيقول لك بانك ما ساكنش في المغرب، دونك اوبليجي عليك انك خاصك تعاودو في القنصليه ديال برا. مهم قبل ما باش ما ننساش غنحط لكم هنا كاع لا قنصليه ديال المغرب اللي كاينين في فرنسا، وخاصك سواء انت كنتي في دي ريجيون باريزومبل فلومون كما كنعرفو راه دونك خاصك اوبليجي انك تمشي لرين لي اونجي اوسي حتى هو راه خاصو يمشي لرين. المهم لي قنصلية ديال المغرب حاول شوف لي قريبه ليك اوسي اللي عندها فهمتي، و جو بونس راه توت لي قنص راه المهم سواء كنتي فشي بلاصه راه يمكن تمشي لاي قنصليه قريبه ليك، راه جو بونس راه يمكن لك انك تعاود الباسبور سواء مشيتي حتى القنصليه ساكن فشي بلاصه مشيتي. المهم جابت القدره انك في شي مدينه راه يمكن لك انك تعاود تماك تعاود الباسبور ديالك و لاكارت ناسيونال ديالك. هادشي اللي سولت واحد السيد في القنصلية، المهم هادشي اللي قال لي. المهم تأكدوا من هاد الفورماسيون حيت انا المهم مكايناش شي معلومة اكزاكت، مي هادي هي لي زانفورماسيون اللي عندي بالنسبة لهاد الكوك. المهم كما قلت لكم بالنسبة للناس لأنهم كيفكروا أنهم إن شاء الله أو ماشي كيفكروا أوبليجي خاصك تعاود دير الغونوفلمون ديال لاكارت ناسيونال. المهم نخليكم السيد هنا اللي هو المهم غونديفو rdv.consola.ma. المهم انا نحط لكم هنا ولا غادي نلقاو حتى هو في الديسكريبشن، غادخلوا غتعمروا غادخلوا للغبريك ديال الرونوفلومون ديال لاكارت ناسيونال لان المهم انا تسرب لكم، وغتعاود سواء لاكارت ناسيونال سواء الباسبور كاينين كاملين اللعيبات تما كاملين لي زانفورماسيون اللي تحتاجو راه غتلقاهم تما. هادي من جهه، من جهه اخرى كتدخلوا كتدخلوا المهم كتدخلوا للسيت غتعمروا جميع، المهم انا نقول لكم شنو كيطلب لكم جميع لي فورمول اللي كيطلبوا لكم، كيطلبوا سيدي كيطلبوا لكم لاكارت ناسيونال القديمه خاصك تصوروا ديرو فاس المهم الظهر الظهر المهم الوجه والظهر تيدر السجل حتى هو بيلو فاس ديال المهم لوجه والار و جيستيفيكاتيف ديميسيل فهمتي، لاتيستاسيون ديال الغيزيدونس ديالك ضرورية حتى هي راه كيطلبوها لك، و واحد الفوتو ديالك ضروري خاص فيها مصورة. المهم راه كيطلبوك اربعة ديال لي فوتو حتى هي راه ضرورية. بالنسبة لي فوتو راه غير الناس اللي راه دايرين لهم رونوفلومون ديال تيتي السجول داك المهم دوك التصاور راه كتحتاجهم راه يمكن لك تخدمهم، لان في القنصلية ديالو من كدير رونوفلومون ديال تيتي السجول راه كتدخل ليه الكود دونك معاك ديك الورقة اللي المهم كدوز الشهور راه كتموت. المهم يمكن لك يمكن لك يدير لك التصاور دوك اربعة اللي كيشيطو راه يمكن لك تخدم بيهم بلا ما تمشي تعاود تصور هنا تصور جداد، وسواء الناس اللي ما مصورينش راه في القنصلية راه كاينين ديك فوتو موتو 6 اورو ولا 5 اورو راه سوفيزومون انك المهم غتصور هي تما به. وبالنسبه انك بالنسبه لكم ستوديو راه كيطلبوا اتيستاسيون سكولاريتي او لا، المهم الا ما كنتش ستوديو راه كيطلبوا اتيستاسيون اخرى. المهم انا كنهضر لكم على حساب لي ستوديو جوست، المهم جوست لي ستوديو مي جو بونس حتى لي سالاري راه لا مي بروسيدور. المهم هادو هما الوراقات اللي كيطلبوا لاكارت ناسيونال تيدر سيجور لاتيستاسيون دوميسيل ولا تيسون سكولاريتي او تصاور اربعه تصاور راه كيطلبوهم. هادشي كنزديو معكم
نهار ان شاء الله تشطوا الرانديفو. المهم بغيت نقول لكم واحد الحاجه بان يمكن لكم ملي كتحطوا هاد الوريقات كديروا كونفيرماسيون كتصيفطوا الوريقات ديالكم هما اوتوماتيكمون راه كيعاودوا يتسناو واحد 3 جور حتى 5 جور كيصيفطوا لكم واحد الايميل كيطلبوا منكم انكم تكونفيرمي فوقاش تكون ديسپونيبيليتي ديالكم على حسب البلانين اللي حاطين هما فوقاش يكونوا هما ديسپونيبل هما راه المهم راه تيكونوا ديسپونيبيليتي راه موجود راه لي رونديفو زعما راه ماشي بحال البريفيكتور راه بالنسبه ماشي بحال تيتر سيجور بالنسبه للكابناسور راه تيكونوا لي رونديفو موجودين فوق ما بغيت وحتى لا ديباسيتو زعما بغيت انولي راه ممكن ماشي بحال انولي وتعاود تقلب راه ماشي بحال تيتر المهم ماشي بحال تيتر المهم للناس اللي عاودوا تيتر سيجور راه كيعرفوا هذه القضيه لانها كتكون مريضه شويه بالنسبه للقنصل ديال المغرب المهم راه صراحه داك الشيء مزيان المهم صراحه مزيان كيتعاملوا حتى كيتعاملوا مزيان ماشي بحال التعامل ديال المهم بلا ما ندخل في الزيطاي هذا من جهه مهم كيشدو كنا كتحدد رونديفو كتحدد رونديفو نهار رونديفو ان شاء الله راه كيصيفطوا لك واحد الوريقه واحد بحال كونفيرماسيون ديال رونديفو المهم راه نحط لكم هنا راه ما عنديش المهم انا نحط لكم ان شاء الله هنا راه كيطلبوا لكم بان الا ما كنتيش الا كنتي مينور المهم اقل من 18 سنه دونك راه خاصك تجيب معاك باك ولا المهم شي واحد في العائله ديالك اللي غيكون مسؤول عليك هذه من جهه ولي مينور اللي فرنسا ما عرفش صراحه دونك خاصك دير الكارت ولا ما عرفتش مينور اللي تيجيو مينور جو بونس حتى يولي حتى يفوت 18 سنة وعادي يمشي يدير الكارت مالو هادي من جهة من جهة أخرى بالنسبة للمهم اللي كتمشي للقنصلية راه كيطلبوا لك كيقول لكم فوتوكوبيات لاكارت تيتر سيجور او الباسبور ديالك هادو راه ضروريين باش يشوفوا لي زانفورماسيون ديالك ابخي ملي كتعمر الدوسي ديالك كدير الباسامور وداك التخربيق راه كتخلص تقريبا واحد 16 اورو حتى مبر مازال عندي 16 اورو المهم 15 72 اورو المهم مع شفور القنصلية الاخرين واش يخلص المهم هادشي اللي خلص السنة تقريبا 3000 ريال 15 150 درهم مزيانة في المغرب كنخلصو 75 درهم هنا 150 درهم المهم بالدوبل ماشي مشكلة حيت راه كاين فيها الالي والروتور دونك وبالنسبه للمده ديال انك باش جيت تريكوبيري ديال لاكارت ناسيونال ديالك راك تقريبا واحد 6 سيمانات مزيانه شهر ونص راه كيمشي ويجي وملي كيوصل ان شاء الله راه كيعطوك واحد اللي واحد وصل اذا طلب بحال هذا واحد الوصل المهم ما فيهش انفورماسيون ديال المهم ما فيهش فيها رقم الدوسي ديالك هذا ملي كتجي اسميت ملي المهم ملي كتمشي ملي كتعاود ملي كيوجد التيتر المهم كيوصل توجد لاكارت ناسيونال ديالك راه تيسيفطو لك ايميل جو بونس ايميل بان لاكارت ناسيونال راه وصل وكتدي مع هاد الاذاعه الطلب ولا المهم كتدي هاد الاذاعه الطلب كتعطيهم كيعطيوك لاكارت ناسيونال ديالك كنقول لكم مبروك عليكم لاكارت ناسيونال واحد الحاجه اخرى سواء كانت لاكارت ناسيونال ديك ما عندكش خاصك تمشي ديكلاري بان ما عندكش كتمشي عندهم هناك يمكن لك ديكلاري الا كان طايح لك ولا ما عارف كديكلاري بان طاحت لك راه كاين بوسيبيتي انك ديكلاري بان طايح طاحت لك جو بونس هادشي ما كان في هذا الفيديو نتمنى دي زانفورماسيون يكونوا كافيه سوفيزامون الدراري ان شاء الله اللي بغاو يجددوا لا كارت ناسيون ديالهم هادشي ما كان في هذا الفيديو نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ما تنسوش انكم تدعوا معنا بالتيسير او نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم محمد كرينو يحييكم يلا تهلاو فاسكم السلام عليكم.